انا المختار ابو عدنان كتيب ثالث ومعي الشيخ عمر. يا اهلي انا تشرفنا. اسمعي يا اختي شو راح اقول لك؟ بتنفذي بالحرف الواحد انت والبنات، الله يرضى عليكي. يو خير شو في؟ خير ان شاء الله خير. من هاللحظه يا اختي يا ام طالب بتغادري البيت انت والبنات. يو ولي على قامتي؟ شو نغادر ما نغادر؟ الحو يا سيادة الحو. حاوي يا سيادة الحاوي. شوفي شوفي الفرس هاوية ده هم وخال عمير وطالب. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ولي على قامتي على المصيبة. ولي على قامتي على المصيبة. ولي على قامتي على المصيبة. يا ربي طولي بالك ان شاء الله. الرجال والبال والعيال كبيرة ما شاء الله طمانيني والله ما بعرفيني. يا ربي شوفي مشان بطنك مشان الله طولي بالك. خير شو صاير؟ شو صاير يا سيدنا؟ وين حضرتكم؟ أنا المختار أبو عدنان وحضرته الشيخ عمر إمام الجامع، يعني من أعيان الحارة سيدنا. نحن معانا أوامر والسلطات الفرنسية العليا بمصادرة موجودات خالو تسكيره وإلقاء القبض على الشغيلة، بس يبدو في حدا سرب معلومات أم الشغيلة نقلوا موجوداته وهربوا. وأنا بتمنى منكم يا مختار إنكم تساعدونا بإلقاء القبض عليهم بالسرعة اللازمة. شو المسببات؟ بين انه المدعو ابو طالب هو يلي بيعتدي على فخامه الحاكم العسكري. طيب طالما مسكتوا ابو طالب ليش حتى تسكروا الخان وتقطعوا الارزاق؟ ليش تقطعوا ارزاق العباد؟ شيخ عمر هي اوامر السلطات الفرنسيه العليا ولازم تتنفذ بالحرف الواحد. امرك يا سيدنا امرك. ولعلم الجميع أي بني آدم بيحاول يعتدي على الشخصيات أو الجنود الفرنسيين رح يكون مصيره الموت والهلاك. والحاضر يعلم الغايب، وكل ما عارف شغيلة أهلية أبو طالب مطلوبين للعدالة، وأي حدا بيحاول يتستر أو يخفي أي معلومة رح يكون شريك بالجرم، وقد أعزر من أنذر. مفهوم يا سيدنا مفهوم مفهوم. حاولي يلا يا جماعة يلا كل واحد يروح على شغله كل واحد على شغله. يلا أبي يلا حبيباتي يلا تحركوا تحركوا احتلال احتلال. شوف مستعبر شو بدي طبعا تفضل زيطان تفضل. يلا يا عمو شو صار معكم؟ يلا خفوها شوي. يلا أمي جينا جينا وعطوا تكون نسيب شي لأنه غيبتنا يمكن تطول عن البيت. يلا يلا خفوها العربجة برا ناطر على الباب. يلا يلا يحرموا الجنة اللي حرمنا من أبونا ومن بيتنا ومن حارتنا. يحرموا الجنة. خالتي بدي اوصلكم. لا ابني الله يرضى عليك انت خليك جنب امك. ما بصير خالتي. شو عم بقول لك انا عم بقول لك خليك جنب امك بس انت بكره على بكره جيب لي الاخبار. ماشي طيب شدوا حيلكم وديروا بالكم على حالكم. ولا يهمك. وما بعد الشده الا الفراش. تكلنا على الله. روح اخي روح تيسر.
يا طول يا من قلبي يا طول ان شاء الله. لك احلى ام بدر والله، شلونك يا مو؟ رضاكي؟ لك الله يخلي لي اياكي يا رب ويطول لي بعمرك. يخلي لي هالوش الحلو، تقبل قلبي شو مشتاقة لك وقلبي ناطف عليك. الله يخليك يا مو، لا اشرب دمعة موي. اشرب ان شاء الله الف هنا. تعريف والله انك ابن حلال مصفي. عفكر اول ما اخلص طبخ حط على راسي وروح عند المختار اسال عنك. لك يا مو انا كم مرة قلت لك لا تخافي علي؟ انا بسبع ارواح. طمني امي شو صار؟ طمني. تعرفي يا مو ورحمة الوالد انه طلع ابو طالب القنواتي زلمة زقرتي وقبضاي وما في مثله بكل هالشام. معلوم يا مو معلوم، هذا ابو طالب القنواتي محي الله. بس والله قلقتني، شو جاب سيرته هلا؟ صاير شيء امي احكي لي. سلم حاله للفرنساوي. يا هلا قامتي يا حوينه شبابه، الله يكون بعونه وعون اهله واولاده. امين يا مو امين ويكون معه. عسكري خذوا الباب لشوف. وراي ما لقينا حدا بالبيت، ما في لا سلاح ولا ملا شيء. فتشتوا منيح يا عسكري؟ ما في اسهل سكان البيت سيدي. بالظاهر حدا مخبرهم بقدومنا. قاموا اخلوا البيت فورا. بسيطة. وين بدهم يروحوا؟ صاري والذهبات من الصندوق. شلون راحت عن بالنا هالشغلة؟ لا تاكلي هم يامو، بكرة أو بعد بكرة منرجع على بيتنا وبتهدى الأوضاع. لا حول ولا قوة إلا بالله. على هالقصة طولي بالك طولي بالك. لا تاكلي هم يامو، مالك ناقصتنا يعني هالشغلة. شوفوا لك أي بني آدم بيحاول يشيل الأكل ويدخل على البيت راح ينال أشد العقوبات، لأنه هذا البيت صار محجوز وصار من ممتلكات السلطات الفرنسية، والحاضر يعمل غايب، فهمتوا؟ الحقوني. شو صاير؟ حجزوا على البيت يا مختار. يا لطيف يا لطيف تلطف يا رب. يلا يا شباب كل واحد على بيته، كل واحد على بيته. يلا كل واحد على بيته. الله يرضى عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بدنا نساوي؟ روح تفضل تفضل. ده يا الله. يا
يا اهلا وسهلا فيكم. يا اخواني اهلا وسهلا فيكم. تفضلوا تفضلوا. نرعي ساعدينا بالاغراض. الله على عيني على عيني. شو خير ابو طالب باله معكم؟ يلا شايفتكم وعلى بعضكم خير في شيء؟ ابو طالب فيه شيء؟ الله لا يوفقهم، الله لا يوجه لهم الخير. ابو طالب وقع بين ايدين الفرنساوي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا دافع الله. يا لطيف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شرفوا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عجبك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عجبك؟ عجبك على هالفصول؟ الله يعينك. تفضلوا تفضلوا. عدو امي عدو عدو امي اهلا وسهلا. يا سيدي ببوس اجريك داخل على عرضك. سيدي ايه سيدي انقلوني. سيدي وين ما بدك سيدي. نعم ايه سيدي عالدير. ايه مالي سيدي انا بحب الدير. لا لا سيدي شو بكرة. الله يخليك يا سيدي هلا انقلوني. سيدي عفوا بتعرف اذا ما نقلتوني؟ والله يا سيدي ليقطعوا لحمي وزيتون الكلاب. ببوس ايدك يا سيدي. انا عندي عيال سيدي اربع اولاد وام سيدي. حاضر حاضر سيدي. ايه هلا بجهز غراضي. امرك امرك سيدي امرك امرك. يا ربي دخلك الطف يا ربي الطف يا الله الطف يا الله. وحد الله يا ابو العباس وحد الله. شو بنا بتهون لك ابو العباس؟ طول بالك يا رجال. ابو العباس كالعقده ولا الف حلال بس لازم نروق. لك شلون بدي روق؟ شلون بدي روق وراح بجرايري وافعالي رجال مثل ابو طالب؟ شلون؟ بس هالشي ما كان بقصدك ولا بعلمك ولا تاخذ برايك يا ابو العباس. مو هذا الشي اللي مخليني قلتاش وما اعرف اتصرف. رجال لزق بحاله تهمه يمكن تروح فيه للهلاك. لك شو هالزلمه هاد؟ من انو طيني؟ من انو معدن؟ ما عم بعرف يا جماعه راح يطق مخي. ما بعرف شلون بدي كافيه ورد له اياها. انا بقول هلا اهم باشتان تروق وتهدى لحتى نعرف كيف نتصرف. عهدا علي قدام رب العالمين وقدامكم لا بهدى ولا بكن غير يرجع ابو طالب لاهله وخلانه واحبابه. ابو العباس كلنا معك على الموت، كل هالشباب معك على الموت وانت بتعرف هالحكي يا اخي، بس هلا لازم تهدى، لازم تروق، الشغله بدها تروي. نستنى يا شباب كرمال الله تفهموني هلا شو عم نستنى. مظبوط هذا الكلام، قولوا لي شو عم نستنى يا رجال. ولا بتلاقوها حلوه كل واحد منا طول الحيط وابو طالب بين ايدين الظلام اولاد الحرام. مين اللي قال لك انه نحن ساكتين؟ مين اللي قال لك؟ طولوا بالكم يا رجال طولوا بالكم. يلا قوموا لك خلونا ندق الحديد وحامي قولوا الله. مظبوط هذا الكلام يا رجال. اسمعوني شوي، مشكلة عمي ابو طالب ما بتنحل بالصراخ والعياط. انا بدي احكي كلمتين بعد اذنكم. نحن منحبه لعمي ابو طالب خيرات الله، بس ما بصير نتصرف بهالطريقة، لازم نستنى ونشوف شو ممكن يصير معه، وبعدين لكل حدث حديث. لا اله الا الله. مظبوط. صابر. صابر. لا حول ولا قوة الا بالله. يا شباب، والله لنلاقي حل، بس طولوا بالكم شوي. ويا ابني لعندي قربوا، انتبهوا علي، اقعدوا منيح. تضلوا هيك ماشيين لحتى بعد هاي المنطقة مفهوم؟ مفهوم. انتبه دام انتبه. واي حركة قدامكم بتطخوا على الصايب بين عيونه. مفهوم؟ مفهوم سيدي. اوعى حدا يقرب علي. ها بسرعة ولا؟ مفهوم سيدي. انتبهوا يا ابني. يلا يلا. شدك عمي. مبروك يا عمو مبروك. الفك الحصار ورجعت المي لمجاريها ومشي الحال وعلى اول سبب والحمد لله. مظبوط يا عمو. فك الحصار بس مو على اول سبب. شلون يعني؟ كان بثمن غالي كثير يا امي. غالي. راح ما قبيل هالشي رجال فريد عصره ونادر زمانه. مين هو؟ أبو طالب. أبو طالب الأنواتي فداني وفدا أهل حارتي بروحه.
يا عيني شو هالرجال باين عليه شهم زقرتي وقبضاي. اعترف للفرنساوي انه هو ورا خطف الحاكم العسكري. يا لطيف الصف يا رب. امسك يا عمي. انا السبب يا امو، انا السبب. كان لازم روح سلم نفسي واعترف بعملتي واتحملها للاخير، ويكون ابو طالب هلا احر طليق بين اهله وخلانه واحبابه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ويلي على الشباب. يا امو ببوس ايدك، ارشديني قولي لي شو اعمل. النار عم تاكل جوفي اكل. انت بترضيها يا امي؟ بترضيها انه رجال حر قبضاي كريم ينأذى بسبب ابنك؟ لا والله ما برضى، ما برضى طير ينجرح من تحت راسك يا ولد قلبي. لكان ببوس ايدك، قولي لي شو اعمل، احكي لي. رح اقولها من قلب محروق. روح يا ابني روح، قلبي وربي ياخذوا بيدك لترجع ابن هالاجواد العيال. وحياة مين انطقك بدرار الكلام يا امي، لحتى رجعوا مهما طالت الدروب وصعب الزمن، وحياتك عندي رح رجعوا، رح رجعوا. يا ميت اهلا وسهلا يا خانم، تفضلي تفضلي. بالمهلي ست ماري، شو خير؟ شايفتك انت اللي فتحتي لي الباب. اخ بيني وبينك اللي بيشتغلوا عندي غابوا مالهم مبينين، قمت بعتت فريده مشان تستفقدهم وتشوف شو قصتهم وضليت لحالي. ان شاء الله خير. شو بدي ساوي؟ عندي التزامات كثيره والشغل لفوق راسي. بس ما يكون غيابي اللي بيشتغلوا عندك اثر على تفصيلتي ها؟ لا لا يا خانم، لا تشغلي بالك، تفصيلتك جاهزة وما في أحلى من هيك، إن شاء الله تعجبك. شو يمكن إجت فريدة؟ عن إذنك ثواني لأفتح لها الباب وراجعة. دمك؟ ايه؟ شو صار معك؟ شو صار معك؟ والله يا معلمتي دقيت على باب البيت، دقيت دقيت حتى تملخوا ايدي، وانه كان حدا يرد عبس، ما حدا رد وما حدا رد. وين راحوا الجماعة يعني؟ والله مثل ما فهمت من الجيران قال طلع ابوهم محبوس. تصوري محبوس؟ ما بعرف، انا هذا اللي فهمته، قال والام ومريم وصالحة هربانين من الحارة صار لهم مدة وما حدا بيعرف وين اراضيهم. يعني ما نعرف ليش ابوهم محبوس؟ لا والله علمي علمك. طيب روحي هلا جهزي الضيافه لمدام فاديه لانه جوا هي قاعده. بسرعه وطيلي صوتك. ايه ايه خلص يلا يلا تحركي. ام مرعي وينو جوزك؟ مالي شايفته. ابو مرعي راح يتفقد المي بسفال المالكانه، ما عاد الا يرجع. طيب مطول الاكل لحتى يخلص؟ شوي وبيخلص يا ستي. مريني عاوزه شيء؟ يعني شو بدي يكون عاوزه؟ بدي جوزك ينزل على الحاره يشوف لي شو الاخبار. انا وابو مرعي وكل مرابعين المالكانه بخدمتك يا ستي، وبس يرجع ابو مرعي نطلب منه ينزل على الحاره. منيحه
عمر، أنا قلبي مثل النار، بدي إياه يشوف لي شو صار بالبيت، شو صار بالخار. يا ستي حطي عينك بعين الله وإن شاء الله ما بيصير لك الخير. مريم شو بدك؟ قلت لك شو رح يصير بأبوك؟ إن شاء الله خير، إن شاء الله ما بيصير شيء. والله وضعه صعب كتير. بعدين لإمتى بدنا نضل قاعدين بهالمالكانة؟ حتى يفرجها الله. أنا خايفة كتير. من شو خايفة؟ خايفة على أبوك، خايفة على أمك. صالحة اسمعيني منيح، نحن هلأ لازم نكون قوايا أكثر من أي يوم مضى. بترجاكي لا تحسسي أمك أنك ضعيفة أو خايفة، عم ترجاكيها. لا لا تخافي. بس شو؟ قولي لي بس شو؟ أنا قلبي مفتت على أبوكي ومتمني أنا موت وهو ما تلفح ونسمة هوا. بس شو نعمل؟ شو نساوي؟ نقعد نسوح ونوح مثل الأولاد الصغار؟ الناس وقت الشدة يا صالحة، وأبو طالب ربانا لنكون قوايا بهيك أوقات. يا ولي شو صار فيك يا أبو طالب؟ يا رب وقف معه. الله بيوقف معه إن شاء الله. يلا يلا مرحي شغلي شوي شغلي، حطي لي هالاكل، بعدي لي لهالبنات. يلا 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 على عيني من الصبح بلا اكل. على عيني على عيني يا ستي على عيني. ها حاضر يلا يا صبايا، يلا الغدا جاهز لا تتعوقوا. ها يلا جايين وراكي خالتي، شحنا اجينا. يرضى عليكي يا صالحة، ما بدي مبين ضعف قدام امك او قدام مخلوق يخلقها. خلص اختي لا تعرفي، يلا هدي حالك تقبريني امشي تحت. كل الخيرات يا جناب الضابط، نرفض ناكل. على كل حال إن أكلت أو ما أكلت رح تموت. على كل حال موتي لا بإيدك ولا بإيد اللي أكبر منك. قرار موتك بإيدي ومعي كل الصلاحيات، وبأي لحظة بعدمك وبنهي حياتك سيدي. بس مو قبل ما تقول لي كل الأسماء اللي كانوا معك. سبق واني قلت لجنابك يا ابن الناس اني قمت بالعملية لحالي. كذاب يا سيدي. بس رح تعترف يا ابو طالب، رح تعترف. لا تعذب حالك يا جناب الضابط. غصبني عنك أبو طالب، إذا قال كلمة صعب إنه يتراجع عنا. رح تتراجع عنا غصب عنك يا أبو طالب. منشوف. جارد! حاضر سيدي. بتزيد التعذيب لحتى يعترف ومعك كل الصلاحيات. يلا يا جماعة بسم الله. الله يسلم هالإيدين يا أم مرعي. وإيديك يا ستي، تفضلوا. شو بكن أمي؟ مدوا إيديكم. مريم مدي إيدي. أمي والله مالي نفس أكل، مالي جوعانة. يو صالحة قولي لك لأمي. يا ماما أنا كمان مالي نفس. شو
شو رأيك لحقيقة أختك أنت كمان؟ تصبحوا على خير. عجبك؟ هذا اللي كان ناقصني؟ آكلها مأكله؟ طولي بالك، طولي بالك يا ستي. أم رعي، جوزك وينه لهلا؟ يا ستي ما عاد إلا يرجع، بس أنت طولي بالك. من وين بدي جيبها لطولة البال؟ بس قولي لي من وين؟ شوفي حالنا، شوفي كيف صرنا مثل المشردين. يا ستي شو هالحكي اللي عم تحكي؟ أنتوا ملاكين وقاعدين بدياركن ومطارحكن. غصبا عنا أم رعي، غصبا عني. أنا إذا بترجع لإلي والله ما بترك بيتي على قطع راسي. شو يا أبو طالب؟ بدك تحكي ولا ما بدك تحكي؟ أنا عندي قلته، قلت كل شيء. لا مو صحيح، لسه في بطه كلام كتير وبدك تحكي. بالذوق بالعافية بدك تحكي، غصب عنك بدك تحكي. يا شارب الطيب من صدير متيمت بان الوفا وخصال، سبع البراري مايها بالعدا، بارض الوغى يصرخ بطل ولمعة الرماح ترمي الغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ميت. اهلين وسهلين عمي صابر. اهلين اخي ابو العباس. اهلين برجال، اهلين برجال الطالب. اهلين يا ابو العباس. شرفوا عمي، شرفوا حلت البركه. خذ عنا عمي، خذ عنا. شرفوا يا رجال، شرفوا. يلا يا رب. الله يحييك. الله يحييك. انا سيدي سيدي سيدي، لحظه بس. شو هذا نعمة؟ هذا بخور بيحميك من العين، بيبعد عنك ولادي من الحرام. معقولة انت يا عماد؟ عن جد عم تحكي؟ سيدي الله يجبرك، بدي ارقيك، بدي ارقيك وريح قلبي. عماد انا ما بآمن بهالشغلات هي. انت شو خسران يا سيدي؟ لحظة وبس، ما بتندم. منيحة سيدي منيحة. لا الله يجبرك. بس بسرعة. ها بسرعة بسرعة. يلا 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 يلا. بسم الله عليك، بسم الله عليك. الله يحميك من العين والحزن. كتريلو ام عماد كتريلو، في عليه عيون كثيره. والله وعد الله والصلاه. ايه بنص دون كيلكو مينوت لي ديال فون تو كيتي انت شراب بوكو ميو. خلص مع السلامه. الله والنبي يحرسك، الله والنبي يحرسك. شو؟ وأنا؟ وأنتي كمان؟ فضلي يا خالة. الله يبعد العين عنكم يا حبيبي. اسم الله عليك، اسم الله عليك، اسم الله عليك، اسم الله عليك. الله يحميك من العين والحسد يا بابا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. قلنا أنا والرجال بما أنه الرب واحد والهدف واحد والدم واحد، فليش لحتى ما نلم الجهود وننطوي تحت جناحكم ونقول الله اخي حمزه؟ هاد شرف لنا عمي صابر، والله مهي اصلك واصل كل رجالي اللي معك. الله مهيك يا ابو العباس. ذكرتوا ابو ضاي من يوم يومك اخي حمزه. وهاد مبتغانا جميعا، تحرير الاسرى وعراسهم ابو طالب. وصلت عمي خليل، وصلت. والله يقدرنا ويقوينا على هالفعل يا رب. امين يا رب، امين. ومن اليوم وطالع كلياتنا بامرك وخدانتك اخي حمزه. اعوذ بالله شو عم تحكي يا عمي. أنا وأنتو وكل أبا ضايب أمرة وخدامة هالبلد لنحررها من الدنس اللي هي فيه. وهذا عشمنا فيك يا أبو العباس. آمين يا الله. حي أبو العباس. الله محيي أبو العباس. حي أبو العباس. حي أبو العباس. J'avoue, messieurs, que les enquêtes ont pris plus de temps. Je vous promets de finir mes enquêtes, messieurs. Mes respects, messieurs. Au revoir.
يا ميت اهلين وسهلين بعمي ابو عدنان، واهلا وسهلا فيك يا اخي. بالمهلي بالمهلي، شلونك ابو رعي؟ والله الف الحمد لله. الحمد لله دائما وابدا. اخونا حمزه الجابري من معارف عمك ابو طالب، الله يفك اسره. شرفت وانست عمي حمزه، يا ميت اهلين وسهلين. بالمهلي يا عمي بالمهلي. طمني، شو الاخبار يا ابو رعي؟ شيل اسمه على ابو طالب، كسر ظهرنا عم على قلوبنا. امر الله وحصل يا ام ري، امر الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله. لذلك بدي منك الله يرضى عليك تدير بالك على الملكانه، كانه عمك ابو طالب لساته موجود. عمي ابو عدنان، انا كل عمري خدامك وخدام ابو طالب. الله يرضى عليك. المهم يا ابو مري، مور عمي ابو عدنان، قل لي شو اخبار عيال اخي ابو طالب؟ بالحفظ والصون، الله وكيلك بالحفظ والصون، محسوبتك وخدامتك ام رعي عم تحاحي عليهم مثل العيل الرمداني. الله يرضى عليك، هيك بدي اياك، لانه الجماعه مصابهم كبير وبدهم انداره. لا توصي حريص عمي ابو عدنان، لا توصي حريص. المهم تفضل عمي ابو عدنان، بلغ الحريم وقل لهم انه المختار ابو عدنان واخونا حمزه الجابري جايين يحكوا معهم كلمتين. على راسي من فوق تكرم عيونك يا نجيب. مر عمي ابو مري. الله يرضى عليك مثل البرق. تبلغ اختي ام طالب انه المختار ابو عدنان واخونا حمزه عنا هون. امرك عمي ابو مري. الله معك، مع السلامه. شرفوا عمي. شرفوا، تفضل تفضل. لميت اهلين وسهلين. اعترف يا كلب، اعترف يا وطن، اعترف يا حقل، اعترف وحدي، اعترف وحدي، احكي 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 احكي. شو صار يا نقيب فخري؟ ما اعترف سيدي. شو هالحكي؟ وبعدين؟ سيدي كل المحاولات والضغوطات وأساليب التعذيب فشلت بسبب عناد أبو طالب. أنا بعرف إنه عنيد، بس لازم تلاقوا حل. سيدي كل أساليب التعذيب ما رح تنفع مع أبو طالب. أعطيني أي طريقة وأنا مستعد نفذها. فخري، أنت لازم تسحب الحل. رح أحاول من جديد سيدي. لأنه فخامة الحاكم العسكري عم يطلع على التحقيقات خطوة بخطوة. مفهوم سيدي. الغوالي، لو كنت أعرف بالشي اللي عمله أبو طالب لكن سبقته وفديته بشبابي. بس عهداً علي ما بدوق طعم الراحة والنوم غير لشوف أبو طالب بين أهله وخلانه وأحبابه، وربي شهيد على كلامي. أدأ أدأ ودود عميم، عليم الله أنك رجال من ظهر رجال. الله يحيي أصلك يا أخي. لا تحمل حالك، ذنب مو ذنبك وهم مو همك، هذا قدرنا نحن مآمنين فيه. مو أبو طالب يلي بيرضى يشوف أهله محاصرين ومظلومين ويسكت عن هالشي. يلي حل بأبونا عز وشرف، لا تحسبوا ذنبي يا ابن الناس. كلامكم بيحملني جبال فوق كتافي. الله يحميك لشبابك يا ابن الناس. تروك أبو طالب، قلو رب ما بينسى. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يلا يا بي. شرف اختار يا أخوي. الله يا رب. شرفوا شرفوا Allez-y, continue. C'est un homme anormal et bizarre, incroyable. À ce point, France? Et plus. Tu es sûr que c'est lui qui est derrière cette affaire? J'ai un fort sentiment que ce n'est pas lui. Alors pourquoi se mêle-t-il dans une faute qu'il n'a pas commise?
Il est très intelligent. Et même là. Qu'en penses-tu alors? Je cherche un moyen pour lui faire démasquer la vérité. Mais tu as dit que tu as essayé tous les moyens, non? Je dois trouver un truc à tropier. Je l'espère, France. Je l'espère. Abou Khadr, يعني مشي الحال. فكوا الحصار عن الأيمارية. ستي مشي الحال. بعد ما هذا القبضاي اللي نزل على البيت اعترف إنه هو وراء قصة الحاكم. يا رب تلطف يا رب. هلأ كلمتين منه للكولونيل بفك الحصار. بس الله يجيره. ليش؟ لأنه هذا القبضاي حملها لحاله فدى أهل الأيمارية كلهم. إلا كان رجال مدمشة وابن أصول. الله يفك أسره ويرجعوا لأهله سالم غانم يا حب. لك شو سالم ما سالم؟ والله يمكن يروح في أعدام. يا باطل شو عم تحكي أنت؟ إيه لك هذا غير القتل والضرب والتعذيب اللي بدي ياكله وقت التحقيق. ولي على قامة قلبي وليش لحتى يعذبوه وبشو بدي يعترف؟ هلأ أم عماد أنت ادعي له الله يرقق قلب الكولونيل عليه ويصفى قلبه من ناحيته بس مشان يحيله للمحكمة. حسبي الله ونعم الوكيل والله مو طالعه معي احكي مع الكولونيل من شانه والزلمه كمان حرام. تحكي مع الكولونيل ام عماد؟ لك شو جنيتي انت؟ جنيتي ما احكي. يب انت تحكيها تحكي ما احكي ما راح احكي. واليوم رح دوقكم عصير هالرمان يلي ما حدا بيعرف يعمله غير أهلنا هون بالشام. تفضلي يا خانم. إن شاء الله صحة وهنا. تفضل. شكراً. إن شاء الله صحة وهنا. عصير الرمان بيصفي القلوب وإلهي وسيدي ومولاي يصفي قلوبنا كلياتنا. أي والله ما في أحلى من القلوب الصافية. أم إيمان انت شو بدك تقولي؟ سلامة قلبك ان شاء الله صحة وهنا. صبر يا حقيقي ابو طالب سيد الرجال وسعيد لنا مات بالحبس حريمة وعيار وشنطته. أخ على الزمن أخ. بس والله أنك طلعت رجال يا حمزة. رجال وذكرته أصلي. أبو طالب بلوم مغرب. لا والله ما غرد أبو طالب أبدا. الله يفك أسرك يا أبو طالب. الله يفك أسرك. أبو مرعي ابن عمي بشو شارد؟ بشو عم تفكر؟ مرة اسمعيلي منيح بدي لك كلمتين تعطيهم حلا بقدريكي ما بدي اياهم يطلعوا لبرا بلوب. مرني ابن عمي مرني. عياله لابو طالب ام طالب وصالحه ومريم بدنا نحطهم بقلوبنا ونحاحي عليهم برموش عيوننا. هدول مو لازم ينضموا بلوب. هدول عيال سيد رجال ابو طالب. يو ما بدها توصاي. والله واللي خلق الخلق لحطهم جوا عيوني. أصيلة يا عمر كل عمرك أصيلة. انت بتعرف ليش هو احترام الشاي؟ ليه؟ لأنه أم فاروق كب عليه الشاي قصر. نعيم عجبت وعجبت مسك شرب شاي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك وينك لك ابو العباس تاخرت؟ طمني شو صار معك؟ تعرفت لك على ملازم يعربي اخو اخته بيقدر يفوت ويطلع على الحاكميه امتى ما بده. بري عليك امتى فينا نشوفه؟ امتى ما انت بدك. الليله طلال الليله من كل بنت. لا يا بلال.